أرى كل ذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد، وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه، فبالجهل محضا يبتدي ويعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمعوا هذا المقطع هذا ثم نعلق عليه إن شاء الله. سلام هذه الفكر الظلامي التكفيري الإرهابي، هذا الفكر يجب أن ينتهي. يعني هذا قرار لا يمكن أن نتراجع. هذا الفكر التكفيري الذي يدخل الناس جهنم يجب أن ينتهي. نقطة كبيرة ثم نعود للسطر. نقطة كبيرة ثم نعود إلى السطر. ما عرف مين جاب هذه عاود. مهم، قال لك أن هذا الفكر الظلامي التكفيري الذي يدخل الناس إلى جهنم يجب أن ينتهي. فخذوا هذه القاعدة هذه. فين ما تشوف هذا الإنسان هذا سب المخالف دياله بشي حاجة، ولا أراد أن يشنع عليه بشي مسألة معينة، عرفوه أنه أول من وقع فيها. نسمعوا. نحن لا نلعن ولا نسب ولا نشتم، فقط أن نطلب من المنافقين أن يتركوا القناة. لقد تركها، نقول لكم العدد، والله لا يهمون. المنافقين يخرجون من القناة. هو لا، هو ينبغي أن ننهي هذا الفكر التكفيري. إن شاء الله. سلام عليكم. الفكر الظلامي التكفيري الإرهابي. وقبل من هذا راح حاول أنه حكم على أن الإنسان اللي ما كيدخلش المختبر يعني في إيمانه شك. هل يمكن أن تحس، أن تستحضر، أن تؤمن بوجود الله هكذا بالكلام؟ ستبقى ناقص دائما، ستبقى تنافق مع نفسك. الله موجود وأنا أحب الله، أستغفر الله، يا رب يقيني، وأنا أتخشى عواقب، هذا كله نفاق. لكن لما تدرس خلق الله وتشوف في الميكروسكوب الخلايا، فصار على خطى علي منصور الكيالي. علي منصور الكيالي اللي كان قال لهم يعني كيديروا لي ديسلايك. يعتقد الكيالي أنك إذا عملت ديسلايك على شرحه التخريب المنحرف لكتاب الله فأنت بذلك ترفض كلام الله سبحانه وتعالى. فكانت المفاجأة أن جاء عشرات بين هلالين الديسلايك، لم يعجبهم كلام الله، يضع عدم إعجاب على كلام الله. ما عجبهمش كلام الله وكفر، لأن الحكم، لأن قوله أنه ما عجبهمش كلام الله تكفير. لأي واحد دلوا ديسلايك قال لك هادو ما كيعجبهمش كلام الله، كيديروا ديسلايك لكلام الله. لا راه الشرح ديالك وتحريفك لكلام الله هو المشكل فيه. فاش كتزيد تطور في هذه المراحل هذه كتوصل. فقط أن نطلب من المنافقين أن يتركوا القناة. لقد تركها، نقول لكم العدد، والله لا يهمون. فبالفعل ينبغي أن نقول هذا الفكر الظلامي التكفيري اللي كيعرف غير السب، الناس يردوا عليه بالدليل، هو يسبهم بأقذع الألفاظ. ليس لهم بما ينفع البشرية، هؤلاء يأكلون يتغوطون ويسبون، لا يعملون شيء في هذه الدنيا. هؤلاء الحيوانات يأكلون ويتغوطون ويسبون ويشتمون. أنا أعتذر من الإخوة المشاهدين على هذا المقطع هذا اللي عرضنا وعلى هذا المستوى هذا، لكن ضروري نعرضوه باش تضح وباش يتبين الحق، باش ما نبقاوش كندويو كلام بلا دليل. فهذا الانسان هذا اللي كيجاوب المخالفين ديالو بهذا السب والتشويش، هو يريد فقط التشويش فقط على المخالف، يريد مثلا في بلاصه الناس ما يمشيو يسمعوا الطرف المخالف ويلقاو كيجيب المصادر والحجج، ويلقاو انه كيبين ان هذا السب كيجيب كلام لا خطمه له ولا ازمه وغير ذلك، لا هو كيحاول يشوش عليه. ليس هذا فقط، قال الفكر الذي سيدخل الناس الى جهنم سينتهي. نشوف شكون كيدخل الناس الجهنم بهوى. واحد تدوينة البارحة عجبتني، تدوينة عجيبة، واحد السيدة كتبت واحد تدوينة قالت لهم إذا كانوا هذه المخلوقات العجيبة غادي يدخلوا للجنة، أنا ما بغيتش الجنة. تدوينة فيها معنى وفيها مغزى وفيها ولا أظن أنهم غادي يدخلوا للجنة بأفعالهم طبعا. هذا الفكر يجب أن ينتهي. يعني هذا قرار لا يمكن أن نتراجع. هذا الفكر التكفيري الذي يدخل الناس جهنم يجب أن ينتهي. نقطة كبيرة ثم نعود للسطر. رمتني بدائها وانسلت، علما أن مسألة التكفير وهذه مبناها على الدليل. نشوف الإنسان اللي خالف، واحد الإنسان يطعن في عقيدة المسلمين ويطعن في شرع الله عز وجل ويكفر بالقرآن، هذا كافر. كي العيب أن الإنسان يجمع بين عقيدة الخوارج وعقيدة الإرجاء. عقيدة الإرجاء
لا يكفر الكافر الذي ظهر كفره عيانا، وعقيدة الخوارج لكي كفر حتى المسلمين، فجمع بين المتناقضات والله المستعان، يكفر المسلمين لكن غير المسلمين لا. وفوق هادشي كل شيء غادي يدخلوا الجنة لأنه عادل سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، يعني لا دخلوا النار غادي يظلموا نعمل. فهذا الجمع بين المتناقضات انعكس كذلك عليه، خطر يقول لك أن سنة 2023 هي سنة الحرب على الإسلام. وسترون ما سيقع في 2023. أنا أشياء لا أريد أن أخبر بها الناس، لكن يعني فهي يعني قلبي. 2023 ستكون السنة التي سيكون فيها الحرب على الإسلام مباشرة وبجميع الوسائل. سترى الحرب على الإسلام بجميع الوسائل ومباشرة، ما يبقاوش يعني يختبئون وراء بعض الأشياء، يعني يخرج لها ما كانش يقول لك سيدي ما تصليش ما تصومش كانش التراويح، المساجد ما غاديينش يغلقوها ولكن اللي دخلها غادي يسجلوها. يعني انتبهوا جيدا، ستكون حرب يعني خطيرة على المسلمين، لأن 2023 يريدون أن ينهوا مع الإسلام. خطر يقول لك أن هذه السنة جميلة، هذه السنة هذه خلينا نضحكوا شويه ان شاء الله ستكون سنه جميله وعجيبه. هذه السنه اللي قسمها جميله هي السنه اللي اظهر فيها هذه العقائد ديالو. 2023 ستكون السنه التي سيكون فيها الحرب على الاسلام مباشره وبجميع الوسائل. السنه هذه ان شاء الله ستكون سنه جميله وعجيبه. باش تعرفوا أن الإنسان اللي ماشي مؤصل، اللي ماشي الهدف دياله هو اتباع الحق، اللي ماشي الهدف دياله أنه يبحث ويستدل ثم يعتقد، لا هو كي يعتقد ثم يبحث عن الدليل فيقع في التناقض، والهدف دياله ماشي هو إيصال الحق، الهدف دياله هو التشنيع المخالف. فينبغي الإنسان أن يتبع الحق، وينبغي يعلم أن المشاهدة ديال اليوتيوب كل هذا زائل، كل هذا فاني. الأصل والهدف هو أن الإنسان يتبع الحق ويبين الحق للناس، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس هو اللي غيبقى. فنسأل الله الهداية ونسأل الله الثبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد بدأ يتضح الأمر، المسلمون هم أنتم ليس هؤلاء، المسلمون الحقيقيون والباقي، الباقي أنتم عرفتم، ملحدين والعلمانيين والسطاليين والسلفيين والسلفيين والشيعة. هذا الفكر التكفيري الذي يدخل الناس جهنم يجب أن ينتهي، ولا أظن أنهم غادي يدخلوا الجنة بأفعالهم طبعا. هذا الفكر التكفيري الذي يدخل الناس جهنم يجب أن ينتهي. نحن لا نلعن ولا نسب ولا نشتم، فقط أن نطلب من المنافقين أن يتركوا القناة. نحن لا نلعن ولا نسب ولا نشتم، ليس لهم بما ينفع البشرية، هؤلاء يأكلون يتغوطون ويسبون. أرى كل ذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد، وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه، فبالجهل محضا يبتدي ويعيد.